العلم بحد ذاته كما أقول دائما وأبدأ وأعيد، العلم لا بيثبت لك إنه الله موجود ولا بقول لك الله غير موجود، مش علاقة. العلم بحد ذاته بتحدث عن قضايا إيه شهودية عن العالم المادي وبس، ولا يمكن اللي بقول لك العلم يدل على الله أقوله بتكذب يعني مباشرة. العلم يؤخذ مقدمات، ها؟ مقدمات يعني مقدمات حنسميها مقدمات في استدلال عقلي. آه ممكن تثبت إيه به الله حسب استدلالك أو تنكر، فبصير النقاش فيك معك وين هو؟ على مرحلتين. واحد، مرحلة المقدمة العلمية هل هي صحيحة ولا كاذبة؟ أنت ممكن تنسب العلم أشياء مش صحيحة، ممكن تقول ثبت علميا وما ثبتش، تطلع فرضية لأحد الناس وساقطة علميا، صح ولا لا؟ فبدنا نناقشك في الإيه؟ في المستوى الأول في صحة ما إيه؟ ما تستند عليه من مقدمات علمية. إن ثبت أنها مقدمات علمية وثبت في العلم وما في كلام أهلا وسهلا. الشيء الأصعب من هيك عاد الاستدلال تبعك، هل هو صحيح منطقيا ولا وقعت فيه في أخطاء في الاستدلال؟ وهذا اللي بيقع فيه هذول الناس مثل دوكنز وغيره ومثل هوكن قبله وهو أذكى منه بكثير، استدلالات رهيبة الخطأ عنده مساكين، لأنه قال لك أنا مش فيلسوف، بعترف في الفلسفة، بعترف فيش وبتكلم كلام فلسفة وبحكم على الفلسفة وبستدل فلسفيا. يعني تلاقي أي عالم إن شاء الله يكون ياخذ نوبل 100 مرة، مش مرة 100 مرة، إذا جاي يقول لك بدي أدخل معاك لأثبت لك إنه قضايا الإيمان وقضايا الغيب والله غير صحيحة بالعلم، قل له فلسفية مش بالعلم، تستند للعلم وحتناقشني فلسفيا، إذا مش فاهم عاد فهم، قل له أنت مش فاهم ماذا تفعل، صح؟ وفعلا الذي يفعله هو يقوم به هو إيه؟ مشغل منطقي فلسفي مش علمي، العلم اللي غادي في اللابور تبعه، صح ولا لا؟ لما يشرح الحيوان وكذا ويعمل هذا علم، لا مالوش علاقة، دخلته في استدلال منطقي، دخلت في الفلسفة، شغل عقلي، واضح؟ هذا حتى مش فاهمين هم وجايين يشككون ايه في وجود الله، زي ريتشارد دوكنز هذا عالم، هذا في علم الحيوان هو على فكرة، يعني حتى هو مش متخصص في الحياة التطورية، بس مهتم بملف التطور كثير وألف فيه عدة كتب رائعة وجميلة على أساس، وفيها طبعا ما يأخذ عليه، لكن هو عالم حيوان هو، زيولوج هو، ها؟ بتكلم في الدين وفي اللاهوت والأديان والفلسفة، بفهم الشيء في الفلسفة، باعترافه، يعني أي واحد مرة ناقشه قال له هذه فلسفة، قال له طيب قال له لا ماليش حيقول فلسفة ماليش حيقول فيها، يا حبيبي بس أنت كلامك كله فلسفة، هو فكر كلامه علم، لا